الملائكة من مثلي وأنا أهز مهد الحسين عليه السلام. جبرائيل يستأذن، لكن القوم لما اجوا سووا قالوا اخرج يا علي، جابوا الحطب والنار وضعوه على باب دار فاطمة. الله أكبر. اخرج يا علي وإلا أضرمنا بيتك نارا. أويلي أويلي وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان؟ فقال اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. ايش سووا؟ فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفس أن تموت حسرة تصيح يا فضة أدركيني، فقد وربي أسقطوا جنيني. فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنين هذاك المسمى محسنا. والله قمت للباب لكن ما علي حجاب، والله قميت للباب لكن ما علي حجاب، حسبي الرجس من لذت خلف الباب. ايش سوى؟ يقول عصرني واسقط المحسن وبالمسمار صدر عاب يا الباب، لبست الحزن طول الدهار يا الباب، ذهيل وما بقالي فكر يا الباب، انشدك وين محسن وقع يا الباب. يوم العصرة والزهرة الزكية، اي والله يوم العصرة والزهرة يا هذه الأبيات طالبين من عندي، وأنا كل مرة أذكرها يقول بانت أنا ملها. والله بانت أنا ملها ورفع صوته وضربها وقالها يا فاطم حجرتك لازم نطبها وحط قوته بالباب يا شيعة وعصرها. وفاطم تنادي يا رسول الله تكوني بعد، وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمار، وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمار، ولجل الستر حالت ما بينه وبين الجدار، ونادى على أصحابه ونادى على أصحابه وهجم بيهم على الدار. من ضمن وصايا فاطمة قالت يا علي تعاهد قبري بتلاوة القرآن ليلة من الليالي، بينما أمير المؤمنين على قبر فاطمة وإذا به قد هومت عيناه،
فرأى الزهراء في الرؤيا قالت له يا علي اذهب امضي إلى الدار فلقد انتبهت زينب من نومها يا توجه أمير المؤمنين فتح باب الدار لكن ماذا رأى؟ رأى زينب وهي تحمل قميص أمها فاطمة تشم قميص أمها فاطمة وتقبله الله. وإذا لسان حال زينب تقول صاحت يا عديل الروح شيل الباب عن هالدار صاحت يا عديل الروح شيل الباب عن هالدار شلون اتهنى بالدنيا وعيني تنظر المسمار والله هذا الجرح صدر امي هذا الجرح صدر امي ودم الصدر يا كرار بهذا الباب عصروها وسقطت يا علي نجني بعد تقل له يا ابو يشوف المسمار بعد مقضب بدمه تقل له يا ابو يشوف المسمار بعد مخضب بدمها انا بعاني خلف الباب شفت الرجس يلطم قل له يا ابويا شوف هالمسمار بعد مخضب بدمها انا بعيني خلف الباب شفت الرجس يلطمها بعد وتانيها رجع بالصوت على المتون ألمها وتانيها رجع بالصوت على المتون ألمها وفاطمة لما دنت من أمي من الزهراء الوفاء والشهادة دخلت حجرتها اغتسلت تطهرت وقفت في مصلاها خاشعة خاضعة قالت لأسماء إذا خفي عليك صوتي فافتحي باب الدار الحسن والحسين جاء إلى الدار دخلا قال يا أسماء ما حال أمنا فاطمة فقالت لهما إن أمكما نائمة في الدار فقالا ما ينيم أمنا في هذه الساعة ليش ما نسمع ونينمنا وما نسمع كلام إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللئام لو يا أسماء سافرت عنا وخلتنا ايتام الشهيد يصيح لا تفاول ترى قلب انكسر سالمة ويا ليت يا ابن امي كلامك لا يكون فال السلامة وليت علتها تهون قال خويا من نحيله قال خويا من نحيله وبهضها ضرب المتون نسأل الله الضلع المكسر من الزهر انجبر اويلي قال وين يا ابن ام السلامة والجسد منها نحيل والضلع منها مكسر والصدر دمه
سيل وظنتي يا نور عين اليوم والليلة تشيل وللأسف ما وصلت العشرين خويا من العمر دخلا على أمهما فاطمة حركاها أمه فاطمة وإذا بالزهرة عظم الله لكم الأجر شيعة موالين شيعة محبين وإذا بالزهرة قد فارقت الحياة رحم الله من نادى وفاطمة رحم الله من نادى ومصيبة ويوم دخلوا على الزهرة عاينوها مددة ويوم دخلوا على الزهرة عاينوها مددة نايمة نومة الموتى وساد ماهم والسد بالمصلى والقلبي ومستلى عليها الرداء وخروي عليها ومدامعهم تصب شبه المطار وويلا لكن ما حال أمير المؤمنين لما وضع فاطمة على المغتسل بينما كان يغسل فاطمة وإذا بأمير المؤمنين تنحى جانبا وأخذ يبكي قالت له أسماء يا أمير المؤمنين أنتم أهل الصاب قال لا تلوميني يا أسماء لأني حينما كنت أغسل فاطمة مرت يدي على ضلعان منها مكسورة رحم الله من نادى وفاطمة ومصيبته وعليا لما أراد أمير المؤمنين أن يعقد أزرار الكفن نادى على أولاده ولدي حسن ولدي حسين زينب أم كلثوم تعالوا وتزودوا من أمكم فاطمة انكب الحسنان على أمي ما فاطمة نادى الحسن أمه كلميني الحسين نادى أمه كلميني عندها نادى أمير المؤمنين قال أشهد الله أنها حنت وأنت وضمت الحسنين إلى صدرها وإذا بالنداء من السماء يا علي يا علي نح الحسنين فلقد أبكيا والله ملائكة السماء أعظم الله لك الأجر يا رسول الله أعظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين وضعها أمير المؤمنين في ملحودتها أوالي 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 أخذ يرتجز ويقول ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي خلة
أحبابي، قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل والتراب. سيد علي هذا الرجل المؤمن الآن في إيران، وأوصوني أن أذكره وأن أدعو له وأن أقرأ له بيتين، وهذا طبعا تخليدا لما قام به الرجل ونعم الرجل. نقول له: سيدنا، نحن في مصاب جدتك وأمك الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأنت تبكي على مصابها، تبكي على ما جرى عليها، نهدي إليك هذه الأبيات لعلك تسمع نداءنا وصوتنا. أويل الزهراء أخذت قبضة من تراب رسول الله صلى الله عليه وآله، شمتها نادت: ماذا على من شم، ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان، صبت علي مصائب، صبت علي الأيام صير. تقل قومك يا أبويا ما رعوني، والله قومك يا أبويا، قومك يا أبويا ما رعاني. وخلاف عينك مرمراني، ومن البتش عليك منعوني. اي والله برا المدينة، وبرا المدينة طلعوني. والله يا عمر على عبده وضربني، عمر على عبده وضربني، ومن ضربته للقاع ذبني. اي ولن كسر قلبه ولا رحم. ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى، بضعة المصطفى ويعفى ثراها. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل عزاءنا، شاف مرضانا، فك أسراءنا، أرجع مسافرين، أرجع مسافرين ومهجرين إلى أوطانهم سالمين غانمين. ندعو بالفرج لإخواننا المعتقلين وللمهجرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها،
فك أسراءنا، شاف مرضانا وجرحانا، ارحم شهداءنا الأبرار، وأرجع المهجرين يا الله، ولأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان والشهداء الأبرار. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.